هاي الجير رقم 11 تحدي هذه مين يذبح بالسنايبر اكثر؟ تتحداني عدد الكلات مين يذبح كلات اكثر؟ هلا هون 500 جوهر عسكري. والله انا شو راح اقول لك؟ هذا الزلمة حاب يخسر جواهره، خلينا نلعب نلعب. يا اخي انت البنك عندك 17 يعني. هلا ما لها دخل يعني البنك ولا المنك، المهم انت تذبح وانا اذبح. اللي يذبح اكثر ياخذ قسمته. خيو لا تنقي خيول بدك يا رقصة ولا هي مو 500 ألف جوهر كمان روح يا أخي أقسم بالله العظيم والله فينك عندي خاء من ولع الجو ناس روح يا كريتو روح نايف. جاهز يا كريتو أسطورة يا رجل أسطورة أنت تعرف إيه والله يا سيف أقسم بالله أسطورة شوف سكتر واحد زي تنتي أنا أعطوني سنايبر شباب راح اعملكم 10 كيلات سنايبر تعالوا شباب تعالوا في شنطه ليفل 3 هون تعالوا عندي يعني تعالوا شباب مين بده شنطه ليفل 3 كريتو والله ما مانيش قادر نلعب والله كريتو تعال اي شفت عندي هذه ثاني كريتو الكرتابه في بالي هذه ثاني برا اللوت نعمل بيه اللوت كرتابلة شباب كرتابلة ليفل 3 لسا هيك دورت الكروم سوري ما مشيتش معي قلت بمشي في الطبق وشوف والتحدي يكون قتل كلات ولازم ناخذ البوي يعني اذا ما اخذنا البوي ما ينحسب لا لي ولا لك جاهز؟ هي برا كريت لا بتكون صعبة يعني هي تكون صعوبتها احلى برا كريت برازيل يعني ما نمشي برازيل كلات تيت برازيل اوكي بسكر المايك توافقت يعني ولا كيف يلا وقف 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 يلا روحوا انا كمان راح العب معكم ديخ توبة 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 وانا كمان عم العب معكم بس 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 اذا ربحت تعطوني جوار بس اذا ما ربحت ما اعطيك خليكم عادي هديكم بلش التحدي بلش يلا يلي فوز ياخذ 2000 جوهر اوكي انا 500 على الماشي يلا روح روح انا ما بعطيش انا بس باخذ اوكي شباب ايوه انا بس اخذ يعني اذا خسرت عادي ما اعطي ان شاء الله تسكر لغنا وي اخذت السكار كمان روحوا يا زلمة ما بيموت ما عندي سكوب يا زلمة وخلص اختر صاحبي ايوه التحدي شغال صح ليه علي انتبه انتبه اه شو بتلج يا علي
حبة ثلج يعني. علي ايوه كريتو بس انا اذكر اللعبة يعني. كريتو انت جاهز يعني نكمل لسه ولا شو؟ اسف يا روك اسف اسف روك بعد القش ستريم ستريم سنايب انا كريتو ما فهمنا منه بدي يلعب ولا شلون؟ ايه بلعب بلعب تلعب بس على 300 جوهر ها عشان ما اكذب عليك ما عندي 500 يعني اوكي؟ اوكي يلا اوكي عليك وقلت لك قبات القشة جالس يسوي ستريم سنايب وناخذ بويا ها ما سمعت عليك ما فهمت عليك يا قلت لك قبات القشة عم يسوي ستريم سنايب ستريم سنايبر مين؟ ايه قبات القشة مين هذا يا اخي؟ مو في عندك واحد تقول لي اسطورة دايما اسمه قبات القشة؟ ايه وينو؟ مات قتلوا كريتو آه. طيب رح نشوفه اكيد رح يكتب هلا باللايف كريتو ما عشان نجم نلعب ران تقهرت ودمرت يلا علي روح هو قدام انا نضرب في الحيط كريتو يلا روح كم هو تحدي 10 كيل هيك صح؟ لا مو 10 كيل اللي يذبح كلات اكثر ولازم ناخذ بويا اوكي وعلى 300 جوهره يا علي شفت قبعة القش جالس يكتب باللايف ايه شايفه 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 عم يقول قتلوني يعني هذا هو اللي كان هون قبعة القش كان معنا مات الله يرحمك حبيبي ياب حرام عليكو غال بنعرف تضربه اخوي بنعرف تضربه شو هذا معي موت يا زلمة لك والله عم اضرب واحد صار لي ساعة يا زلمة يا محمد في واحد هون انا فكرت خالصين يا زلمة ماذا ماذا هذا خذ خذ فرد جنب خذ فرد جنب الله بيلي بيلي صح شكرا عفوا في سكواد كام سكواد كام قدامنا عند الصندوق جاي من الصندوق شايفينهم؟ لا والله ما شفت على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين طلعوا البرج طلعوا البرج شباب سكواد كام يا شباب سكواد كام على كم على كم يا محمد سكواد كامل هون دخلوا كل واحد من بعض نعم شرف كمر وقعني هذا يا زلمة عم يضربوني علي يا زلمة بس Thank you.
يعني عرض لاحقنا بكل مكان القصف. علي 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 عايف الدنيا يا زلمة. بقول دمنا في معاك الفرد دم لسه صاحبي عبد دم عبد. سيارة 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 وين 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 اعطينا رقم. يا اخي تركت لي الكل والله. علي هذا علي. ايه ايه عم بتكلم مع علي. بالبيت شباب بالبيت. والله حرام. علي. اه حبيبي. من كريتو 500 جوهرة يا كريتو 500 جوهرة. تحدي علي علي ما دخل بالتحدي يا اخي. شو مالي دخل يا اخي؟ صار لي ساعة ما بتكلم مع المتابعين مركز يا زلمة. انا مركز كل هيتشات ما صارك شيء يا علي. ايه شباب ربكم سرخت شيء يا كريتو؟ لا لا انا من الصبح اشوفك ما صارك شيء. علي بس عم يسوي شتات يعني ما سرق بس هيك شوت يعني ما تحس بسرق. ايه هاكر هاكر ولا العظيم هاكر. يا امي ولدك هاكر. يلا يا كريتو حتى لو تقتله ما اخر ثلاث ما راح تلاحقه. جد يا علي علي ما دخلك بال لا اللي دخل يا علي ما صوت مصوت. لا قال لك دخل. لا كيف ما دخل يا علي؟ انا لازمك تدفع لازمك تدفع لا تكلم لازم تدفع. هو دفع لي مو ما عنده كان سكن يعني ما دفع لي هو. لا 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 لا, لا, لا اسكت لي. انا بدي شباب كريتو والله انت عم تبهدل حالك قدام عندك تقريبا 500 مشاهد عم يتابعني عيب عليك. والله يعني تحيه لكل المتابعين اعطاني جواهر يعني هاي الجير رقم 11 500 يلا يا سلام 500 جوهرة شباب 500 جوهرة. هرب هرب وينو صاحبنا صاحبي. ايه انت فزت مو ولا مين فاز؟ انا فزت. ايه انا فزت. لا انا فزت. علي ما دخلوا بالتحدي بس يا نوب. علي علي ما دخلوا عندي. لا والله هو دخلوا كمان لو ما يصير شباب كل الناس عم تقول عليك وربح. كل الناس عم تقول عليك وربح, وربح. والله هلا هلا بفوز صاحبي بشاتك انت 300 جوهر علي مو راح اتفق على 200 ويا اخر شيء 500 جوهر ولا 600 ومنه 300 ومنه 300 600 صار يلا 600 يا صاحبي. كم كانت 500 ولا 1000 كانوا؟ لا انا منه 300 ومنه 300 انت فزت التحدي يعني يفوز واحد فيه.